إذن بعدما أنهينا القسم الأول أو الباب الأول من مدخل دراسة القانون والذي يتعلق بنظرية القانون، والذي قمنا فيه بتناول خصائص القاعدة القانونية، أنواع القواعد القانونية، مصادرها ثم تطبيقها ونطاق التطبيق، تحدثنا بطبيعة الحال عن نطاق التطبيق من حيث الأشخاص ومن حيث المكان ومن حيث الزمان. ننتقل في هذا الباب الثاني إلى تناول نظرية الحق. ونظرية الحق هي نظرية تتعلق بالحق بتعريفه وبأركانه وبموضوعه. فبالنسبة للحق، حينما نقارن بين الحق والقانون، فالقانون كما سبق الذكر في الباب الأول، القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والتي تكون مقترنة بجزاء في حالة المخالفة، هذا الجزاء الذي توقعه السلطة العامة. الحق هو خلاف القواعد القانونية أو خلاف القانون، ولو أنه باللغة الفرنسية، فنجد على أن الحق والقانون لهما مرادف واحد من حيث اللغة الفرنسية، بحيث نجد أنهما يتناولان أو يعرفان باسم لو دغوا، ولكن الفرق بينهما أنه جرت العادة على أن لو دغوا ب دي ماجيسكول في غالب الأحيان هي التي تعرف بالقانون، مجموعة من القواعد القانونية، ولو دي مينيسكول أو دي بلوريال فهو الذي يعرف بالحقوق، وهو مجموعة من الامتيازات التي يمنحها القانون للأشخاص، وذلك باعتبارهم أفرادا داخل المجتمع أو باعتبارهم مواطنين أو لصفة أخرى غير ذلك. لذلك فالحقوق أو نظرية الحق هي النظرية التي ستتناول وتعالج مختلف جوانب الحق، بمعنى الامتيازات التي يمنحها القانون لشخص على أشياء أو في مواجهة أشخاص إلى غير ذلك. فبالنسبة للحقوق بصورة عامة تنقسم إلى عدة أقسام. فهناك الحقوق العامة والحقوق السياسية. والحقوق السياسية بطبيعة الحال هي حقوق لها طابع سياسي كما سنرى، أما الحقوق العامة فهي التي تكون مرتبطة بشخصية الإنسان، والتي تكون لازمة لقيام لعيشه في شكل وبصورة كريمة، بمعنى هي الحقوق الأساسية التي لا بد منها، كالحق في التعليم، كالحق في التجول، الحرية في التنقل، الحرية في تأسيس الجمعيات، الحق في الانخراط في الأحزاب السياسية، الحق في الترشيح. إذن هذه تسمى بالحقوق العامة بصورة عامة، وهي التي تعرف لدى فقهاء القانون بالحقوق الطبيعية، والتي تعرف لدى مهتمين بحقوق الإنسان بحقوق الإنسان. لذلك فهذه الحقوق هي التي تمنح للشخص وتعتبر لازمة لوجوده ولازمة لعيشه في مجتمع عيشا كريما. لذلك فالحقوق العامة كما قلنا متنوعة، لها علاقة بشخص الإنسان باعتباره فردا داخل المجتمع، وأشرنا إلى بعضها كما هو شأن بالنسبة لحرية التجول، حرية التنقل، الانخراط في الأحزاب السياسية وإن كانت هذه تدخل في الأحزاب في الحقوق السياسية، كذلك الحق في التعليم بالنسبة للأطفال، الحقوق المتعلقة بالترفيه، الحق فيما يتعلق بالنفقة تجاه آبائهم، وهكذا. إذن هذه كلها تدخل في إطار ما يسمى بالحقوق العامة. في المغرب عرفت حقوق الإنسان مجموعة من التطورات، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى المدني، ما يسمى بالمجتمع المدني، ذلك أن الدولة المغربية منذ 93 وهي تهتم بمجال حقوق الإنسان، إذ قامت بإنشاء وزارة مكلفة بحقوق الإنسان، وبعد ذلك توالى قطاع يعني الاهتمام بقطاع حقوق الإنسان، إذ أنها تكون مرتبطة أساسا بوزارة العدل، ثم أن هناك مجموعة من المؤسسات التي تم إحداثها المتعلقة بحقوق الإنسان، كما هو شأن بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أصبح يعرف الآن بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن هناك مجموعة من المبادرات التي قامت بها الدولة والتي ترمي إلى حماية حقوق الإنسان في المغرب.
على المستوى المجتمع المدني، فالمجتمع المدني بدوره لعب دورا أساسيا، بحيث إن هناك بالمغرب مجموعة من الجمعيات التي تهتم بمجال حقوق الإنسان، ومن أهم هذه الجمعيات حتى لا نقوم بذكر العديد أو بذكرها كلها، فهناك مثلا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، هناك العصبة المغربية لحقوق الإنسان دفاع حقوق الإنسان، هناك لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، هناك المغربي الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى غير ذلك من الجمعيات التي تهتم بحقوق الإنسان بشكل عام. لذلك فهذا هو الجانب الأول المتعلق بالحقوق العامة. فيما يتعلق بالحقوق السياسية، هي تدخل أصلا في الحقوق العامة، ولكن لها طابع سياسي. لماذا؟ لأنها تكون مركزة ومرتكزة أساسا على الجانب السياسي، وهذه الحقوق السياسية كالحق في الانتخاب، الحق في الترشيح، الحق في تولي الوظائف العمومية، الحق في أن يكون الشخص ناخبا، أن يشارك في جميع الانتخابات، إلى غير ذلك من الحقوق السياسية المعروفة عالميا والتي أخذ بها المغرب على مستوى دساتيره منذ سنة 1962 إلى غاية الدستور فاتح يوليوز 2011. إلى جانب هذا النوع، يعني تقسيم إلى حقوق سياسية وحقوق عامة، وهناك الحقوق الخاصة. الحقوق الخاصة هي التي تكون مرتبطة بالفرد ولها علاقة بشخصه، وهذه الحقوق الخاصة فيها ما يسمى بالحقوق المالية، وهناك ما يسمى بالحقوق الأسرية. فبالنسبة للحقوق المالية هي التي تكون مرتكزة والتي تكون مقومة بمال، فبمعنى أن التعامل أن الشخص يملك حقا ويكون هذا الحق مقوما بالمال. أما بالنسبة للحقوق الأسرية التي تسمى بلي دغوا فاميليو أو لي دغوا إكسترا باتريمونيو، فهذه الحقوق الأسرية هي التي لا تقوم بمال ولها علاقة بشخصية الإنسان، كما هو شأن بالنسبة للحق في الأهلية مثلا، الحق في الرشد، الحق في النفقة، إلى غير ذلك من الحقوق ذات الطابع الأسري، حق الزوجة مثلا في النفقة، حق المطالبة بالطلاق، الحق في الإرث، الحق في تنفيذ الوصية، إلى غير ذلك من هذه الحقوق التي لها طابع أسري. لذلك فالحقوق المالية كما قلنا هي التي تقوم بمال، ونميز في الحقوق المالية بين نوعين من الحقوق، وهناك ما يسمى بالحقوق العينية، وهناك ما يسمى بالحقوق الشخصية أو الالتزامات. الحقوق العينية وهي الحقوق التي تعتبر سلطة مباشرة يمارسها شخص على شيء معين، بمعنى كمثال أعطي مثالا كما هو شأن بالنسبة لحق الملكية، فحق الملكية هو حق يعطي لصاحبه الحق في أن يمارس السلطة على الشيء الذي يملكه. فمثلا أملك مثلا سيارة، فأعتبر مالكا صاحب حق على هذه السيارة، وبالتالي يمكنني أن أمارس كافة السلطات، سواء تعلق الأمر بتصرف فيها أو باستغلالها أو باستعمالها. لذلك الحق العيني كما قلنا، الحقوق العينية هي الحقوق التي تمنح لأصحابها سلطة مباشرة على الشيء دون أن يتدخل أي شخص آخر وساطة بين صاحب الحق وبين الحق. فالحقوق العينية تنقسم بدورها إلى عدة أنواع، فهناك ما يسمى بالحقوق العينية الأصلية، وهناك ما يسمى بالحقوق العينية التبعية. فالحقوق العينية الأصلية هي الحقوق التي تقوم بذاتها ولا تحتاج إلى غيرها، بمعنى أنها لا تستند إلى حق، أو لسنا ملزمين بأن يكون هناك حق تنشأ عليه لكي تقوم هي وتنتج آثارها، وإنما تقوم مباشرة. والحقوق العينية في القانون المغربي متعددة، وكان ينص عليها ظهير 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على قرارات المحفظة، والذي حلت محله مدونة الحقوق العينية التي أصبحت تنص على هذه الحقوق، وباختصار هي حق الملكية، حق الانتفاع، حق الارتفاق، حق السطحية، حق الاستعمال، حق الحقوق العرفية الإسلامية من حق الهواء وحق التعلية، كذلك يعتبر من بين هذه الحقوق، وحق الزنا وحق الهواء وحق الجزاء. إذن هذه كلها حقوق
تعتبر حقوقا عينية، إضافة إلى حق الكراء الطويل الأمد الذي يعتبر من بين هذه الحقوق. لذلك فهذه هي الحقوق العينية الأصلية، بمعنى أن حق الملكية مثلا أن الشخص يمارس حق الملكية على الشيء دون أن نستند إلى حق آخر أو على حق شخصي لكي يقوم ذلك الحق العيني، وإنما سمي حقا عينيا لأن الشخص يمارس كافة السلطات على الشيء مباشرة دون أن يقوم وأن يستند على أي حق آخر. الحقوق العينية التبعية سميت تبعية لأنها تابعة لشخص لحق شخصي آخر للالتزام. فمن بين الحقوق العينية التبعية المعروفة في القانون المغربي والتي يأخذ بها، هناك حق الرهن الرسمي، وهناك حق الرهن الحيازي، يعني هناك الرهون والحيازية والرسمية، وهناك الامتيازات. إذن هذه هي الحقوق التبعية. فلماذا سميت تبعية؟ لأن حق الرهن مثلا لا يمكن أن ينشأ إلا إذا وجد دين، يعني حق شخصي هو الذي يكون سببا في ذلك الرهن، في ذلك الحق العيني. فكمثال، شخص أقرض شخصا آخر مبلغا من المال وطلبه المقرض بضمان، هذا الضمان ما يسمى بالضمان العيني. فهذا الضمان العيني الذي يعتبر حقا عينيا، بمعنى يعطيه الحق العيني على ذلك الشيء المضمون المرهون أو المرتهن، فهو الذي السبب في ذلك هو ذلك الدين. لذلك فلو لم يكن هناك دين ما كان هناك حق عيني تبعي. لذلك فالحق العيني التبعي الذي هو الرهن يكون تابعا للدين، فإذا بطل الدين بطل ذلك الرهن، إذا سقط سقط، إذا تم التنازل عنه تم التنازل عن الرهن، وهكذا. إذن فلهذا الغرض أو لهذه الغاية سميت بالحقوق العينية التبعية. كذلك هناك ما يسمى بالامتيازات. الامتيازات هي عبارة عن امتياز يمنحه القانون لأشخاص معينين لحكمة ولغاية معينة، ويتقدمون على غيرهم في استيفاء الديون. أعطي مثالا، فمثلا حينما يموت شخص، فقبل أن نصل إلى توزيع تركته لابد أن نخرج مجموعة من النفقات، من أول أو على سبيل الأولوية نقوم بإخراج نفقات تجهيز الميت. فنفقات تجهيز الميت تعتبر ديونا ممتازة، بمعنى أنها تخرج هي الأولى، وإذا كان هناك مجموعة من الدائنين فإننا يعني نقدم صاحب الدين الممتاز، هو الذي يتقدم على دائن المرتهنين سواء كانوا في إطار الرهن الرسمي أو كانوا في إطار الرهن الحيازي. وبعد ذلك يأتي الدائنون العاديون الذين لا ضمان لهم، لأن الدائن حينما يريد أن يقرض للمدين إما أن يطالبه بضمان شخصي كفالة ما يسمى بالضمن، أو أن يطالبه بضمان عيني عن طريق حق رهنين سواء حيازي أو رسمي، أو أن لا يطالبه بأي شيء. فإذا طلبه بحق شخصي أو بضمان شخصي فهذه كفالة أو ما يسمى بالضمان شخصي، وإذا تمت مطالبة بالرهن فهذا ضمان عيني، وإذا لم يطالب فإنه يعتبر دينا عاديا، ويكون هو في المرتبة الأخيرة بعد أن يحصل أصحاب الامتيازات وأصحاب الرهون وأصحاب الضمانات الشخصية على ديونهم. إذن هذا ما يتعلق بالامتيازات. لنعود الآن إلى الحقوق العينية الأصلية كما سبق ذكرها. فالحقوق العينية الأصلية حق الملكية هو حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في شيء يملكه الشخص. فالاستعمال هو أن يستعمله في الشيء الذي أعد له، بمعنى إذا كان سيارة يركبها ويقودها، إذا كانت منزلا يستعملها للسكن أو يستعملها للكراء، إذا كان متجرا يستعمله للتجارة، إذا كان محلا مهنيا يستعمله للمهنة، وهكذا. ثم الاستغلال. الاستغلال هو أنه يحصل على الغلة التي يثمرها ويعطيها ذلك الشيء، بمعنى الثمار. لذلك مثلا الغلة إما أن تكون غلة طبيعية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للكلاء وبالنسبة لصوف الغنم، فإن الشخص لا يتدخل في إنتاج الصوف ولا يتدخل في إنتاج الكلاء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الكلاء، وبالتالي الأرض التي تمنحون الكلاء فإنها هذا الكلاء يعتبر ثمارا طبيعية لأنها
نشأت بدون أن يتدخل الإنسان. ثم هناك ما يسمى بالثمار الصناعية، وهي التي يعني الغلة الصناعية التي يتدخل الشخص فيحصل عليها ولكن بعد مجهوده، مثلا أن يقوم بإنشاء ضيعة لزراعة الزيتون مثلا، فيقوم هو ب يعني بجميع الأعمال التي تؤدي إلى رفع من الإنتاج وحماية تلك الضيعة، ضيعة الزيتون. فهذه الثمار التي سيحصل عليها في كل موسم تعتبر ثمارا صناعية. ثم هناك ما يسمى بالثمار القانونية. الثمار القانونية هي الأموال، المادة يعني التي يحصل عليها الشخص نتيجة لاستغلال الشيء محل الحق، وكما هو الشأن مثلا بالنسبة للكراء، فحينما يكون الشخص مالكا لدار يقوم بإكرائها، فإذا قام بإكرائها للغير فإنه يحصل على أجرة الكراء، على واجبة الكراء، وهذه الواجبة هي التي تسمى ثمارا قانونية. إذن كما لاحظنا هذا العنصر الثاني للاستغلال. ثم هناك ما يسمى بالتصرف. التصرف هو أنه يمكن للشخص إما أن يتصرف ماديا، فإذا كانت منزلا يمكن أن يقوم بإعادة بنائها، يمكن أن يقوم بهدم جزء منها، يمكن أن يقوم بتشييد سياج للمحافظة عليها، وهكذا. هذه تصرفات مادية. وهناك التصرفات القانونية، يمكن أن يقوم ببيعها عن طريق عقد البيع، يمكن أن يتنازل عنها عن طريق الهبة، يمكن أن يقوم بالإيصاء بها عن طريق عقد الوصية، إلى غير ذلك من التصرفات القانونية التي يسمح بها القانون، يعني كافة الوسائل التي يسمح بها القانون لتفويت ذلك الشيء الذي يعتبر محلا للحق. إذن هذا ما يتعلق بحق الملكية. من أهم خصائص حق الملكية أنه حق جامع ومانع. جامع لماذا؟ لأنه يجمع كافة السلطات التي يمكن للحق أن يمنحها لصاحبه، حق الاستغلال، حق الاستعمال، وحق التصرف. وأنه مانع لماذا؟ لأنه يمنع أيا كان أن يمس بذلك الحق، فهو حق يمنع غير المالك من أن يتصرف أو يستعمل أو أن يستغل الشيء إلا بإذن من صاحب الحق. هناك حق الانتفاع. حق الانتفاع هو حق يعني يعطي عنصرين فقط لصاحبه. حق الانتفاع هو حق مفاده أن شخصا يقوم بالاستغلال واستعمال عقار في ملكية شخص آخر، بمعنى أنه يقوم باكترائه بين قوسين ويقوم باستعماله واستغلاله، ولكن لا يملك الرقابة، بمعنى لا يمكن أن يتصرف فيه، لأن حق الملكية كما قلنا هو الذي يمنح الاستعمال والاستغلال والتصرف. أما حق الانتفاع فيمنح فقط حق الاستعمال وحق الاستغلال دون حق التصرف، لأن حق التصرف يبقى لصاحب الملكية. الفرق بين حق الملكية وحق الانتفاع، أن حق الانتفاع كما قلنا حق جامع مانع، في حين أن حق الانتفاع ليس جامعا لأنه لا يمنح كافة السلطات وإنما يمنح الاستعمال والاستغلال. ثم ثانيا أنه ليس دائما. لماذا؟ لأن حق الملكية حق دائم، في حين أن حق الانتفاع هو حق مؤقت. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الانقضاء بموت المنتفع، وينقضي لزوما بموت المنتفع، إضافة إلى باقي الأسباب الأخرى كهلاء الشيء المنتفع به إلى غير ذلك. هناك حق الكراء طويل الأمد. حق الكراء طويل الأمد كان القانون القديم كان ينص على أن مدته لا ينبغي أن تقل على 18 سنة ولا ينبغي أن تتجاوز 99 سنة، ولكن بعد صدور مدونة الحقوق العينية في نوفمبر 2011 فأصبحت المدة لا ينبغي أن تقل عن 10 سنوات ولا تتجاوز 40 سنة. إذن يمكن للشخص أن يحصل على الكراء لمدة طويلة لا تتجاوز 40 سنة، وهذه المدة تمنح لصاحبها حق العيني. فحينما نقول حق العيني، أولا لكي نميز بين الكراء العادي والكراء طويل الأمد، الكراء العادي لا يمنح لصاحبه إلا حقا شخصيا، بمعنى أنه لا يمكن أن ينفذ إلا بعد أن يمر عبر المدين قصد الحصول على الدين، في حين أن الكراء طويل الأمد فهو حق عيني يمارس الشخص سلطات على الشيء مباشرة دون أن يحتاج إلى وسيط. كذلك من بين هذه الحقوق العينية هناك حق السطحية. حق السطحية هو حيازة
مجموعة من المنشآت والأغراض والبنايات التي تقام فوقها ملك الغير. فشخص مثلا يملك مثلا ضيعة فيها منزلا وفيها مجموعة من الأشجار، فصاحب حق السطحية بناء على عقد السطحية أنه يحصل على الأشجار وعلى البنايات، ولكن صاحب الأرض يبقى مالكا لأرضه، وصاحب السطحية يحصل فقط على ما فوق الأرض. وبالتالي حق السطحية فهو حق ملكية مصغر، لأن فيه الاستعمال والاستغلال والتصرف، ولكن فيما فوق الأرض، والمالك يكون صاحب استعمال واستغلال وتصرف فيما تحت الأرض. إذن هذا هو يعني ما يتعلق بحق السطحية. وأشير فقط على أن حق السطحية متعارف بشكل كبير في المناطق الصحراوية، بحيث أننا نجد أن مجموعة من أشجار النخيل تكون خاضعة أو محلا لحقوق السطحية. من بين الحقوق كذلك هناك حق السكنة، فبالنسبة أو حق الاستعمال فهو حق من بين الحقوق التي تمنح لصاحبها فقط حق الاستعمال دون غيره. بمعنى أننا إذا أردنا أن نقارن بين حق الاستعمال وحق الانتفاع وحق الملكية، حق الملكية يعطي عناصر ثلاثة وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف. حق الانتفاع يمنح الاستغلال والاستعمال، وحق الاستعمال لا يمنح إلا حق الاستعمال فقط. الحقوق العرفية الإسلامية هي حقوق تقع على أراض في ملكية الأوقاف على وجه الخصوص، وتكون هذه الحقوق كحق الزينة، حق الجزاء، حق الهواء، حق الجلسة، وهي تكون على بعض الأراضي التي تكون خالية وبعض البنايات والتي تستعمل من أجل تحسينها من قبل من أسندت إليه مقابل كراء يقوم بتقديمه وأدائه لفائدة الأوقاف. إذن هذه بعض الحقوق العينية الأصلية. ننتقل إلى الحقوق العينية التبعية. الحقوق العينية التبعية هناك كما قلت الرهن الرسمي وهناك الرهن الحيازي. الرهن الرسمي هو أولا حق بمقتضى يقوم الدائن المرتهن بتقييد وتسجيل حقه فوق أو على الرسم العقاري الذي يكون محافظا في المحافظة العقارية، بمعنى أنه لا يقوم بنقل الحيازة إلى الدائن المرتهن، يبقى المدين مالكا وحائزا لمثلا أرضه أو داره، ولكن ذلك العقد ذلك الرسم يكون يعني محملا بالرهن الرسمي. والمثال المعروف بالنسبة لهذا نوع من الرهون الرسمية وهو يعني حينما يريد الشخص أن يقتري منزلا ويقوم باقتراض من البنك، فالبنك يقوم بتقييد الرهن الرسمي الدرجة الأولى يعني على ذلك الرسم العقاري. وفي حالة ما إذا لم يقوم المدين بالالتزام بأداء الدين في وقته وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها بينه وبين البنك، فإنه بإمكان المؤسسة البنكية أن تقوم بتنفيذ أو ما يسمى بتحقيق الرهن، فتقوم ببيع ذلك تلك الدار أو ذلك المنزل عن طريق المزاد العلني، وتحصل بطبيعة الحال عن طريق المزاد وتحصل على الثمن أو على القيمة أو على دينها من الثمن الذي تم الحصول عليه. إذن هذا ما يتعلق بالرهن الرسمي. الرهن الحيازي إما أن يكون واردا على منقول أو أن يكون واردا على عقار. الرهن الحيازي الذي يكون واردا على منقول هو أن الشخص مثلا حينما يطلب دينا من شخص آخر، الدائن يلزمه بأن يؤدي له ضمانا عن طريق تقديم منقول كرهن، فيقدم له سيارته أو يقدم له شيئا من أشيائه المنقولة، ويحوزها الدائن إلى حين أداء الدين كله، فيقوم بإرجاع ذلك الشيء المرهون إلى صاحبه. الرهن الحيازي الذي يرد على العقار وهو أنه يفقد المدين الراهن العقار لمدة الرهن، لمدة الدين، بعد انقضاء المدة وأداء الدين كاملا والوفاء به، فإنه يقوم باسترجاع يعني محل أو يعني حقه
في الملكية، ولكنه بعد أن يكون قد أدى الدين. لذلك إذا قرنا بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي، الرهن الرسمي لا يقوم بنقل الحيازة إلى الدائن المرتهن، وإنما تقيد في الرسوم العقارية، والرهن الحيازي يكون سببا في أن تنقل الحيازة من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن. ولكن هذا يعني على أنه يتملكه الدائن المرتهن، وهو فقط عليه أن يقوم بالحفاظ عليه وأن يقوم بإرجاعه إلى صاحبه كما تسلمه منه في بداية إبرام العقد. هذا ما يتعلق بالرهن. فيما يتعلق بالامتياز، كما قلنا الامتيازات فهي عبارة عن ديون جعلها المشرع والقانون هو الذي يعطيها الصلاحية ويعطيها الأولوية، وبالتالي فإذا تزاحم عدة دائنين، مثلا تزاحم صاحب دين ممتاز كمثال الزوجة مثلا إذا كانت دائنة لزوجها بالنفقة، والزوج يعتبر مدينا لأشخاص آخرين لديهم رهون وأشخاص آخرين لا ضمان لهم، ففي حالة تزاحم يعني إذا لم تكن المبالغ أو المبالغ القيمة المالية للذمة المالية للمدين إذا لم تكن كافية لتغطية كل هذه الديون، فيرجع إلى طبيعة الدين. فالدين الممتاز يقدم، إذن الزوجة تحصل بالدرجة الأولى على نفقتها ولو استغرقت يعني الذمة المالية كلها، وبعد ذلك يبقى إن بقي شيء، إن فضل شيء، فإنه من نصيب أصحاب الرهن الرسمية وبعدهم الرهن الحيازية، ثم بعد ذلك الدائنين العاديين. وهذه ميزة أساسية فيما يتعلق بالحقوق العينية التبعية، لأنها وخصوصا الامتيازات أنها تمنح على سبيل الأولوية. إذن من الأمثلة كما قلنا هناك دين الزوجة فيعتبر دين ممتازا، من بين ديون الدولة تعتبر ديون ممتازة، من بين ديون كذلك التي تعتبر ممتازة دين الأجير على مشغله فيعتبر دين ممتازا. إذن هذه كلها ديون ممتازة وتقدم على باقي الديون الأخرى، سواء كانت ديون ارتهانية أو كانت ديونا عادية. بعد الانتهاء من هذا من أنواع يعني الحقوق العينية، ننتقل إلى الحقوق نوع آخر من الحقوق العينية، وهو الذي يسمى بالحقوق المعنوية أو الحقوق الذهنية أو الفكرية أو الفنية أو الأدبية، وهي التي صدر قانون خاص بشأنها، وهي قانونان. القانون الأول يتعلق بحماية الملكية الأدبية والفكرية والحقوق المجاورة لها، وهناك حقوق الملكية، حماية حقوق الملكية الصناعية بالنسبة للفنانين وبالنسبة للأدباء وللشعراء وللفنانين التشكيليين وللمسرحيين، وكذلك بالنسبة للعلامات التجارية وللإسم التجاري بالنسبة للتجار وللصناع. إذن هذه كلها تدخل في الحقوق المعنوية التي يستحق صاحبها حماية خاصة، ويحصل على يمكن أن يدافع عنها أمام القضاء إن هي مست، ويحصل عليها حتى بعد وفاة حتى ورثته لمدة 50 سنة. إذن هذه من بين الحقوق المعنوية المعروفة والتي يحميها القانون المغربي، وهنا هناك مكتب خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، وهناك مكتب خاص بحماية حقوق الملكية الصناعية، وهي تدخل في خانة الحقوق العينية. إذن هذا ما يتعلق بالحقوق العينية بصورة عامة، سواء كانت أصلية أو كانت تبعية أو كانت معنوية. هناك ما يسمى بالحقوق الشخصية، الحقوق الشخصية أو الالتزامات التي تعرف باللغة الفرنسية بالأوبليغاسيون. فالحقوق الشخصية أو الالتزامات هي عبارة عن رابطة قانونية بين دائن ومدين، يلتزم بمقتضاها المدين إما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. وإذا أردنا أن نقارن بين تعريف الحق الشخصي وتعريف الحق العيني، الحق العيني هو سلطة مباشرة يمارسها شخص على شيء معين، في حين أن الحق الشخصي هو رابطة بين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين إما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. كمثال، عقد البيع ينتج التزامات، لأن العقد من بين مصادر التزامات ينتج التزامات، وبالتالي فالتزام القيام بعمل على البائع أن يسلم الشيء المبيع، على المشتري أن يؤدي الثمن، إذن هذا التزام بالقيام بشيء أو القيام بعمل. وهناك الامتناع عن عمل، مثلا يمكن لتاجر أن يفرض أن لا
يفتح محل مماثل لنفس النشاط التجاري الذي يمارسه. إذن هذا في إطار يعني عدم لحيلولة دون المنافسة غير مشروعة. إذن فكل شخص أراد أن يفتح نفس المحل لا يمكنه ذلك. لماذا؟ لأنه من بين شروطه أن يلتزم بالامتناع عن عمل لا ينبغي أن يقوم بعمل لأنه سيقوم بالإضرار بحقوق الغير. والقاعدة المتعارف عليها في القانون المدني أن كل شخص تسبب في ضرر سواء بالفعل أو بالامتناع يكون ملزما بتعويض ذلك الضرر إذا كان هو السبب الذي أدى إلى تحقيق ذلك الضرر. إذن هذا متعلق بالحق الشخصي، والحق الشخصي على خلاف الحقوق العينية. الحقوق العينية واردة على سبيل الحصر، لا يمكن أن نضيف حقوقا جديدة، ولكن بالنسبة للحقوق الشخصية فهي حقوق لا حصر لها. لماذا؟ لأنها تختلف باختلاف الإرادة، باختلاف العقود، باختلاف التصرفات التي يمكن أن يقوم الأفراد بإبرامها من أجل يعني التعامل فيما بينهم، فتتنوع بتنوع الإرادة والاختلاف في اختيارات الأشخاص أثناء تعاملاتهم. الحقوق العين، الحقوق الشخصية عفوا، الحقوق الشخصية هي مصادرها متعددة. هناك أول مصدر وهو العقد، فالعقد المصدر الأساسي للالتزامات كعقد البيع، يرتب مجموعة من الالتزامات في حق البائع في حق المشتري. الحق مثلا عقد الكراء يرتب مجموعة من الالتزامات في حق المكري وفي حق المكتري. عقد القرض يرتب مجموعة من الالتزامات في حق المقترض وفي حق المقرض. عقد الشغل يرتب مجموعة من الحقوق المتبادلة بين الأجير وبين المشغل، وهكذا. إذن العقود التجارية، العقود المدنية، الكفالة، الوكالة، إلى غير ذلك من العقود. إذن فالعقد مصدر من مصادر الالتزامات. كذلك من بين المصادر كذلك هناك ما يسمى بالإرادة المنفردة. الإرادة المنفردة وستدرسونها إن شاء الله في الفصول الموالية، أن الإرادة المنفردة هو أن يقوم شخص فيقوم بمنح أو الالتزام تجاه شخص آخر بإرادة منفردة، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للهبة. يمكن لشخص أن يقوم بهبة لفائدة شخص آخر دون أن يكون ذلك الشخص قد دفعه إلى أن يقوم بتلك الهبة وأن يتعاقد معه، رغم أنهم طبيعة الحال هناك من يقول على أن الهبة تعتبر عقدا وأن الوصية تعتبر عقدا، وإن كان هذا العقد هو ملزم لجانب واحد. لذلك فمن بين المصادر هناك العقد وهناك الإرادة المنفردة وهناك العمل غير مشروع. العمل غير مشروع وهو المسؤولية، أن كل من تسبب في ضرر الغير يكون ملزما بتعويض ذلك الضرر، وهذا ما نص عليه الفصل 77 والفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، إضافة إلى باقي الفصول الأخرى المتعلقة مثلا بمسؤولية الآباء عن تصرفات أبنائهم القاصرين وعن الأضرار التي يتسببون فيها للغير، مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع، مسؤولية المعلم عن أفعال التلميذ، إلى غير ذلك. إذن هذا يدخل في إطار العمل غير مشروع. من بين كذلك المصادر، المصدر الرابع هو الإطراء بلا سبب مشروع. الإطراء هو أن يحصل شخص على مزايا دون بطريقة غير مشروعة، فهنا يكون ملزما أو يكون هذا سببا من أسباب الالتزام. ومن بين الأمثلة المعروفة هناك الفضالة، وهي الشخص الذي لو الفضولي الذي يتدخل فيقوم وينجز يعني عملا بمحض إرادته، فبالتالي يترى شخص على حسابه، إذن يمكن هنا أن ينشأ التزام. ثم أخيرا هناك القانون، والقانون يعتبر سببا، وإن كان القانون هو السبب في التزامات ولكنه أحيانا يكون هو السبب المباشر، كما هو شأن بالنسبة لحقوق الجوار، فهو الذي يفرض هذه الالتزامات، كما هو شأن كذلك بالنسبة للنفقة، فالنفقة يعتبر القانون هو المصدر الأساسي لهذه لها، وبالتالي يكون الزوج ملزما بالإنفاق على زوجته، المصدر هو القانون. يكون الأب ملزما بالإنفاق على أبنائه، هذا مصدره القانون. يكون الابن أو البنت ملزمين بأن ينفق على آبائهما إن كان معسرين، فبطبيعة الحال هذا مصدر هذا الالتزام هو القانون. إذن هذا ما يتعلق بالالتزامات أو الحقوق الشخصية.